لسه مع اخبار النادي الاهلي، حيث استقر مسؤول القلعه الحمراء على تجديد تعاقد محمود متولي مدافع الفريق. يبدو خبر مش جديد، لان الكلام كله كان خلال الفتره اللي فاتت مستقر على ان محمود متولي يتم تجديد التعاقد ليه. وعرفنا كمان هنا في اخبار اون تايم ان مارسيل كولر اوصى بتجديد عقد محمود متولي لمده موسمين جديدين بخلاف الموسم الجاري، وده طبعا ضمن خطه الحفاظ على قوام الاهلي الاساسي في السنوات المقبله. طبعا الفتره الماضيه شهدت تجديد عقود عدد من اللاعبين داخل النادي الاهلي، على راسهم حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني. وعرفنا كمان ان محمود متولي وقع للنادي الاهلي بدون اي شروط او طلبات، وبالتالي من المقرر ان يكون عقده الجديد 3 مواسم بدايه من الموسم الجديد، على ان يتقاضى اللاعب نفس راتب الفئه الثانيه، والاعلان الرسمي من المنتظر انه يكون عقب العوده من النمسا. برضو من ضمن الاحاديث الخاصه بالتجديد، في كلام على ان هيكون في جلسه مع عمرو السوليه ومع علي معلول في النمسا علشان يتم تمديد التعاقد لمده موسم. عمرو السوليه ما عندوش اي مشاكل في موضوع التجديد او تمديد التعاقد مع النادي الاهلي، لكن الكلام وفقا لمصادر بيؤكد ان علي معلول بيفكر جديا ان يكون الموسم المقبل هو الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي. سمعنا طبعا لو تفتكروا من شهرين ثلاثه ان كان في كلام او في تقرير تونسي وقتها طلع وقال ان علي معلول في طريقه الى الدوري السعودي، بعد كده هو علي نفسه نفى واحتفل حتى على صفحاته وقتها على السوشيال ميديا بمرور 7 سنين على انضمامه للنادي الاهلي. لكن هناك شبه اتفاق ما بين علي معلول ما بين مسؤولي النادي الاهلي، مسؤولي النادي الاهلي طبعا بيحاولوا ان هم يقنعوه بالعدول عن هذا القرار او عن هذه الرغبه، ان هو بنهايه الموسم ينتقل الى الدوري القطري، هيكون عقده طبعا انتهى مع النادي الاهلي وينتقل الى النادي القطري وتحديدا نادي الدحيل القطري اللي عرض على علي معلول الانضمام للفريق. هنشوف طبعا ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه، وارد ان مسؤولي النادي الاهلي يقدروا يقنعوا علي معلول بالاستمرار مع الفريق الاحمر، خصوصا ان هو اصبح واحد من الركائز والعناصر الاساسيه، مش بس كده واحد من نجوم الفريق، واللي بيعتبر جمهور النادي الاهلي واحد من قاده الفريق حتى لو لم يرتدي اشهر.